السلام عليكم طلاب الصف السادس، عاملين ايه يا اولاد؟ عاملين ايه يا بنات؟ ان شاء الله النهارده هنبدا مع يونت جديد ومراجعه جديده على المنهج بتاعنا، وان شاء الله من اليونت النهارده اللي هو in the restaurant، في المطعم. نبدا اولا كده مع الكلمات بتاعه الدرس الاول. عندنا باكيت بوتيتو، بطاطس مغبوزه. Today's special، طبق اليوم. Spaghetti and meatballs، مكرونة سباجيتي بقطع اللحم. Delicious، لذيذ. Waitress، الجرسونة. Waiter، جرسون. Soup، شوربة. Ready، جاهز أو مستعد. Order، يطلب. Steak، شريحة اللحم البقري. Rare، ناقص الطهي. Medium، متوسط الطهي. Well done، مطهي جيدا أو جيد الطهي. Menu، قائمة طعام. Salad، السلطة. Mood، حالة مزاجية. عندنا مجموعة تانية من الأفعال، سواء كانت أفعال regular أو أفعال irregular، أفعال منتظمة وغير منتظمة. منتظم زي order، ordered. Look، looked. Want، wanted. Pick، picked. الأفعال الغير منتظمة زي think، thought. See، saw. Have، had. ننتقل بعد كلمات الدرس الأول إلى المحادثة، ونشوف المحادثة بتاعتنا ما بين waitress، الجرسونة، وما بين woman، امرأة، ومان، رجل. والناس هنا جوه المطعم وبيطلبوا الأكل بتاعهم. تعال نشوف كده المحادثة بتاعتنا بتقول إيه. Hello، Are you ready to order? I think so. I'll have a steak. Rare, medium, or well done? Medium, please. And a baked potato. How about a salad? Sounds good. What's today's special? Spaghetti and the meatballs. Good. I'm in the mood for spaghetti. I'm in the mood for spaghetti. I'll have that. Here you are. Thanks. It looks delicious. ده كده بالنسبة للمحادثة وبعض الكلمات الخاصة بالدرس الأول. ننتقل بعد كده للدرس الثاني، وبيتكلم عن مجموعة من الفودز and drinks، أطعمة ومشروبات. نشوف كده الكلمات اللي عندنا. أول حاجة عندنا water، المية. Lemonade، عصير الليمون. Roast beef، لحم بقري مشوي. Roast turkey، ديك رومي مشوي. Chicken soup، شوربة دجاج. Apple pie، فطير التفاح. Fruit salad، سلطة فاكهة. Orange juice، عصير البرتقال. Coffee، القهوة. Bread، الخبز. بالنسبة للجرامر الخاص بالدرس بتاعنا اليونت ده، بيتكلم عن درس مهم جدا وهو countable and uncountable nouns، الأسماء المعدودة والأسماء التي لا تعد. بكل بساطة كده، الاسم المعدود هي الأسماء اللي احنا نقدر نحولها من مفرد لجمع ونعدها باستخدام الأرقام. يعني كل اسم ليه جمع، ده بقول عليه اسم countable، وبستخدم مع المفرد منه a أو an قبلها. أما الأسماء الغير معدودة فهي الأسماء اللي هي بتظل زي ما هي مفردة وليس لها جمع. فمثلا لو بصينا كده على الكاونتبل ناونز، بيقول هي الأسماء التي تعد، نستطيع عدها، ولها مفرد وجمع، زي a cat، cats، يبقى قطة وقطط. a pen، pens، قلم جاف وأقلام جاف. طب الأسماء التي لا تعد، قلنا بقى دي ملهاش جمع وبتكون زي ما هي مفردة، زي ما اقول مثلا كلمه water، milk، lemonade، turkey، roast beef، apple pie، كل الكلمات دي. ايضا حاجه مهمه جدا، حاجه عندنا اسمها الفاظ التجزئه، ان انا بستخدم بعض الكلمات اللي هي الحيويات اللي بحط فيها الاسماء التي لا تعد، والالفاظ التجزئه دي بتبقى في حاله المفرد وحاله الجمع. لو انا عايز اجمعها عادي، يعني ممكن اقول a bottle of water، زجاجه ميه، وممكن اقول two bottles of water، ازازتين من الميه.
يبقى عندنا مجموعة من الحاويات دي اللي احنا بنستخدمها علشان نعد بيها الأسماء التي لا تعد. فمثلا عندنا هنا A bottle of milk with water, A can of lemonade, A slice of turkey or roast beef, A piece of apple pie, chicken soup. مثلا هيكون معاه A bowl of chicken soup, A glass of water or milk, A cup of coffee or tea, A loaf of bread. برضو من الحاجات المهمة اللي احنا نعرفها ودي اللي هي هتكون مهمة جدا في أسئلتنا الكلام عن أدوات الاستفهام اللي انا هستخدمها علشان أسأل بيها عن الأسماء دي. فلو كان الاسم اللي قدامي اسم جمع يعد أستخدم قبل منه أداة الاستفهام how many، كم الأعداد. أما لو كان الاسم مفرد لا يعد من الأكلات أو المشروبات اللي احنا لسه قايلينها فهستخدم قبل منها how much، كم الكمية. يبقى فحط في دماغي كده إن how many وراه على طول اسم جمع يعد و how much وراه اسم مفرد لا يعد. فمثلا الأسئلة اللي عندنا هنا بيقول how many pieces of apple pie did they have؟ They had 4 pieces of apple pie. How many cups of coffee did she have؟ She had 2 cups of coffee. How many slices of roast beef did she have؟ She had 2 slices of roast beef. كده بالنسبة ل how many. طب how much يبقى كل الأسماء اللي وراها مفردة لا تعد، زي ما أقول مثلا how much bread did he have؟ He had 6 loaves of bread. How much lemonade did you have؟ We had 2 cans of lemonade. طب ناخد كده تدريب بسيط واكسرسايز بسيط على الجزء ده. رقم واحد بيقول she had 2 نقط of roast beef. هنا انا عايز بقى قطعتين تبقى شريحتين تبقى slices. الاجابه سي. نمبر 2 he had a knot of chicken soup. chicken soup هعدها بالبول يبقى الاجابه بي اللي هي السلطانيه. did you have a glass of knot juice this morning؟ طبعا هتبقى orange juice. 4 I like to have a knot of coffee please. طبعا هنا القهوة يبقى a cup of coffee. Number 5 they had 1 knot of water. هنا المية هتبقى بالبوتل. How knot bowls of chicken soup did she have؟ ده هنا bowls اسم جمع وبالتالي تبقى how many. الإجابة سي how many. ننتقل بعد كده للجزء الأخير وهو الكلام عن الدرس الرابع reading time. نشوف بعض الكلمات المهمة برضو اللي هتفيدنا في الدرس ده زي owner المالك، chef الطباخ، serve يقدم الطعام، grandpa الجد، real حقيقي، last الأخير، friend صديق، lunch الغداء، pizza البيتزا، best الأفضل، town مدينة صغيرة، soda pop مشروب غازي اللي هي الايه الكاكولا والحاجة الساعة، cereal طعام الحبوب، here هنا، Italian إيطالي، restaurant مطعم، clean نظيف، good جيد، address عنوان، dinner وجبة العشاء، tomorrow غدا، downtown وسط المدينة، price السعر، daily يومي، free مجاني، kids الأطفال. برضو الدرس هنا معانا مجموعة من الأفعال سواء كانت regular or irregular زي مثلا open opened، own owned، serve served، bring brought، eat ate، say said. نبص كده هنا بيقول مثلا في القطعة ديت السؤال اهو بيقول he is not at the restaurant، يبقى هنا هختار chef. I am going to my children here tomorrow، تبقى هنا الإجابة bring بمعنى يحضر. وكده يبقى احنا تمت المراجعة على unit 2 اتكلمنا فيه عن الأسماء المعدودة والأسماء الغير معدودة والكلام عن ألفاظ التجزئة اللي بحطها مع الأسماء الغير معدودة وكمان how many و how much وراجعنا على بعض المعاني والمفردات المهمة اللي في الدرس. ونشوفكم إن شاء الله في فيديوهات تانية والناس تبدأ تراجع وتشد حيلها بإذن الله.